بهبك يا لبنان. ب 22 كانون الأول 2020 كان من المتوقع أنه يزور لبنان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة كان من المفترض بحسب المتابعين أن تكسر الجمود يلي مسيطر على عملية تأليف الحكومة، ولكن بسبب إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا تم إلغاء الزيارة ولهلأ ما تحدد موعد جديد. السؤال الأبرز المرتبط بفرنسا هو شو مصير المبادرة الفرنسية، وهل بعد كل هالوقت هيدي المبادرة بعد ما تروحة؟ الأستاذ بالقانون الدولي والخبير بالشؤون الفرنسية دكتور وليد عربيد قال باتصال مع تلفزيون نشرة أنه المبادرة الفرنسية بحاجة لإنعاش، وأنه الدور الأمريكي الجديد مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رح يساهم بإعادة تفعيل هيدي المبادرة. سيأتي أيضا الدور لهذه المبادرة بعد تسلم الرئيس الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية السلطات بعشرين الشهر، وهذا ما يمنح فرنسا نوع من الحرية في الملف اللبناني. الديمقراطيين في السلطة اليوم سيعطون أكثر وأكثر حرية لفرنسا ولأوروبا في أن يلعبوا دور على الساحة اللبنانية. المبادرة الفرنسية لم تمت ولكنها بحاجة إلى إنعاش، وهذا الإنعاش يتطلب دورا جديدا للسياسيين اللبنانيين، وسنرى أن وفود الفرنسية ستكون قادمة يعني أواخر هذا الشهر إلى لبنان. مصادر متابعة للمبادرة الفرنسية قالت لتلفزيون نشرة إنه المبادرة موجودة بس بعدها عم تراوح مكانها. بنفس الوقت الرئيس المكلف عم بيحاول إنه يكسب بعض الوقت ليسترجع علاقاته مع دول الخليج، خصوصي بعد المصالحة الأخيرة بين الدوحة والرياض. وبتتابع المصادر إنه فرنسا عم بتراهن على عودة العلاقات بين أمريكا وإيران يلي ممكن تخفض التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن. وتبين لفرنسا إنه المعادلات يلي بتحكم تشكيل الحكومة بلبنان معقدة ومتشعبة بأكثر من اتجاه. الصحافي والكاتب السياسي رضوان الديب قال باتصال مع تلفزيون نشرة أن المبادرة بعدها ولكنها بسنة 2021 صارت مرتبطة أكثر بالسياسة الأمريكية الجديدة مع وصول الرئيس المنتخب. المبادرة الفرنسية ما ماتت بعدها ماشي المبادرة الفرنسية، بس شو بيقدروا يعملوا الفرنسيين إذا ما في تجاوب داخلي؟ بس أنا برأيي المبادرة الفرنسية ما بتموت. الفرنسيين دائما بيهتموا بالساحة اللبنانية، دائما عندهم اهتمام بلبنان، ويبدو أن الفرنسيين كمان برأيي ناطرين التوجهات الأمريكية الجديدة، وهذا كله بينعكس على الحكومة لأنه للأسف ما في رغبة داخل. حتى لو كانت كل مشاكل العالم وكل خلاف العالم، إذا ما هوننت برغبة داخلية بالتأليف ما بصير شيء. المصادر ختمت حديثها خلال شرحها للوضع الحالي أنه ما ممكن أي حل يصير بلبنان بدون الرغبة الداخلية. لحد هلأ ما في رغبة واضحة عند الأطراف بتأليف الحكومة، وهيدا مبين من خلال بيانات عدم الثقة المتبادلة يلي معرقلة التقدم الحالي بانتظار المفتاح الإقليمي والدولي.